شيء خطير جدا خطير جدا 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 عرفته فرنسا. اليوم فرنسا كتعيش واحد مع ماكرون كتعيش واحد الانحراف خطير جدا. فوجئت كنقرا في الزميله موقع لكم واحد الخبر ديال ان شي صحفيه تم الاعتقال ديالها لمده 39 ساعه وما صدقتش لقيت فيها واحد العباره منعت من الماء والدواء. مشيت كنقلب على المصدر جبت الفيديو خطير. كنقول فرنسا خوتي المغرب بحكم العلاقه التاريخيه اللي عندنا مع فرنسا. عندي واحد التوضيح مهم هذا بعدا غنقولوا باش تكون. وانا كنصور قال لي التقني قال لي حميد واحد الصحفي شنو كتب عليه؟ قلت له شنو كتب؟ قال لي شفت شي حوار وقال لي كتب عليه علي انا درت واحد الحوار مع الاستاذ الجامعي وذاك الاستاذ الجامعي هاجم فرنسا وانتقد فرنسا في اطار يعني بالادب والصواب ودافع عن المصلحه المغربيه. فقال لي الاخ التقني قال لي راه تيقول على البارحه المهدي كيما يعني عليه قال لي زعما المهداوي غير البارح انت كتقول فرنسا زوينه اليوم فرنسا ولات خايبه. للتوضيح وفقط انا عمري ما قلت فرنسا زوينه مفهوم ديال زوينه. انا كنقول وباقي كنقول وفي عز التوتر مع المغرب دابا فرنسا اقوى منا اقتصادا بغينا ولا كرهنا. بغينا نقولوا حنا قوه من هنا نقولوها بفمنا على بغينا نقولوا ديك ما عرفتش ما نسميهاش حتى الوطنيه التخربيقه ديك التخربيقه حنا قويين لا كندافعوا على بلادنا. معقول تقول لي المهداوي فرنسا والمغرب صداع؟ نقول لك انا مع بلادي ظالمه ولا مظلومه تلقاني مع المغرب واخا يكون المغرب ظالم مع فرنسا مع مستعمر سابق. كاين فرق ندافع على بلادي ملي كنتقد فرنسا ولا كنقول فرنسا احسن باش انا نحفز باش انا ما نكذبش على راسي. حيت قلنا المغرب حنا زوينين اش غنغيروا ياك حنا احسن منهم نبقاو بلا كنقول حنا ماشي مزيانين باش غدا نوليو مزيانين. كنقول واحد الانسان راك ما هذا احسن منك جاب النقطه احسن منك باش الاخر يجيب النقطه احسن منه في المستقبل. اذا كاين فرق بين فرنسا كنتقدوها كنتصارعوا مع على مصالحنا كنتموقعوا مع بلادنا ظالمه ولا مظلومه هذا نقاش وبين اللحظه اللي كنديروا التقييم المسؤول العلمي. فرنسا قوية علينا اقتصاديا، فرنسا راها عضو في مجلس الأمن، عندها حق الفيتو عندها، فرنسا راه عندها مصيبة كحلة، اقتصاديا وعسكريا وسياسيا و و و و، فرنسا عندها الشركات ديالنا هنا بيجو، عندها رونو، عندها سوسيتي جينيرال، عندها بي إم سي، عندها الكارفور، عندها الشركات العملاقة كاينة في المغرب، سؤال، والشركات المغربية كاينة في فرنسا بنفس التغلغل اللي كاين حنا، شكون اللي مغلغل في الآخر؟ شكون هذا هو المحدد اقتصاديا قويا. اقتصاديا. اذا فرنسا كنا كنناقشوا ديك اللحظه ما نبيعوش الوهم للمغاربه، ما نكذبوش على المغاربه، ما نخلقوش واحد ما عشنا هو غا هكا، لا سيدي حنا بلادنا عندنا ثرواتنا عندنا مؤهلاتنا عندنا خصوصيتنا عندنا عندنا عندنا، ولكن ما نبيعوش الوهم. انا ضد ديك البلاد راه زينه باش حنا ما نغيروش، لا حنا ملي كنقولوا هذه الاوضاع ولا فلا كنحرشنوا بالدارجه المغرب كي نصبح الافضل. اما عسل قطران بلادي ولا عسل البلدان، بلادي وان جارت علي عزيزه. مفهوم هذه الفكره على التوضيح وفقط. ولكن فرنسا يقدر تزلق تقدر تغلط واخا دوله ديمقراطيه واخا ما عندهاش بعض المظاهر مثلا اللي عندنا حنا واخا ولكن تقدر تزلق. اليوم فرنسا مع ماكرون زلقت في اكثر من واجهه حتى الصراع ديالها مع المغرب مجاني راهنت على حصان اعرج. ما نقولش مع من راهنت ولكن فرنسا اليوم مع ماكرون اليوم خرج على فرنسا خليو فرنسا القويه باقتصادها ولكن هذا الشخص في مرحله ولايته افسد واضر المصلحه الفرنسيه. اليوم شوفوا في النيجر مالي بوركينا فاسو كل شيء كيجري على فرنسا. والخطير في الامر اللي انا تارني اليوم في هذا هو هذا الشيء اللي قرات موقع لكم. مشيت كنقرا نسمع هذه السيده دارت تصريحات لمراسلون بلا حدود اريان لافريو هذه من موقع ديسكلوز. سمعوا خوتي المغاربه قال لك منعت من الماء والدواء خصكم تسمعوا هذه. جوسك هيير سوار دونك جي باسي en tout 39 heures en garde à vue. La nuit a été assez éprouvante en garde à vue parce que j'étais malade. J'avais besoin de prendre des médicaments antidiarrhéiques et les gardiens de l'hôtel de police ont refusé pendant plusieurs heures de me donner accès aux médicaments parce que j'avais pas d'ordonnance. Donc c'était assez pénible, plus le manque de sommeil, la fatigue, manque d'accès à l'eau. أتصور صحفية وما تكون صحفية بشار في الحراسة النظرية حرم من الدواء مريضة وحرم من الماء. هذه أكبر وصمة عار على جبين فرنسا ماكرون. هذه جريمة كاملة الأركان. تصوركم كان هذه ما قالهاش شي موقع نقولوا شان شي حملة على فرنسا، لا هذه فرنسية
هي مواطنة فرنسية، هي مواطنة. أنا تفكرت واحد القضية بعد هذا السيد تصور له خرج شي شي فيديو بحال هكا يقول كتشوه بلادك وعام الناس كيهضروا بعدا بهذا الجانب. لا خرج دابا شي مغربي وقال تعرضت في الحراسة النظرية في المغرب وفي شي مراسيم بلا حدود كيشوه بلاده خائن ما كاد. أنا ما يقول الصحافة خائنة، ها الفرق بيناتنا وبين المغرب. هذاك الزميل لاحظ هذه غتخرج، حنا في المغرب غننتقدوا فرنسا وغينتقدوا الناس، ولكن ما غتسمعش واحد العبارة كتقالها في المغرب. دابا لا خرجتي كتشوه بلادك، لا ماشي كتشوه، كتنتقد اللي كيتصحح. هي مالها دابا دي ماشي فرنسية ولا واش كاين شي واحد عارمها بالخيانة؟ والله لا رموها الفرنسيين بالخيانة، عيش دو كلامه وحقوا فيه وانتقدوا، عيب شو السلطات وغير تسبينه. ولكن عبارة ديال خائنة وكتشوهي بلادك وخد عاملة ديال الجزائر، عاملة ديال بوركينا فاسو، عاملة ديال الكابون، هذا هو الخطاب الخطير ديال الضعفاء اللي كاين هنا. فكل الإدانة للسلطات الفرنسية على ما أقدمت عليه ضد زميلتنا هذه، وكل الإدانة طبعا على ما أقدم عليه الإعلام الفرنسي مؤخرا من إساءة لدولتنا ولمؤسساتنا الدستورية. عندي غير واحد طلب الإخوان اللي كياخذوا حملات اليوم ووقفة ضد فرنسا، وهذا الزميل هذا اللي كيقول أنا عندي لكم طلب من هذا الموقع المتواضع، لماذا لا نجعلها حملة دائمة وما تكونش غير موسم؟ مش غدا عاوتاني نقولوا فرنسا العزيزة، تكون حملة دائمة ماشي وقفات موسم. هذه واحد جوج، وهي المهمة كاع جدا، وكنتوجه للمجتمع المدني بكل أطيافه، جمعيات مدنية حقوقية صحافة. علاش ما نرفعوش واحد الشعار مهم جدا؟ المطالبة بالتعويض عن الاستعمار. فرنسا قتلت لنا قرابة 400 ألف مغربية ومغربي، 400 ألف من معركة إسلوية كتخبط فينا، وعندك شي واحد يقول لي الحماية؟ لا، فرضوا علينا بالعصا، راه تقتلوا لنا الناس في أكادير وكازا، عاد فرضوا ورفضت الحماية في الأول وفرضوها علينا. فرنسا قتلتنا، عقلوا على هذه المعلومة، قتلتنا فرنسا قرابة 400 ألف مغربية ومغربي. أما أنا الأول المجتمع المدني بكل أطيافه يرفع هذا المطلب، نطالب بالتعويض عن فترة الاستعمار. هذه وحدة. وكنزكي واحد الحملة اليوم ديال أنه تولي المغرب الدخول للفرنسيين بالفيزا. علاش هو يبقى يتبغى يرجع ليا في الفيزا؟ كيما تعاملنا معهم في السفارة، حيد سفير حيدنا لهم سفير، هو تمن يبقاو يتمرضوا عند الشيء. حنا سيدي سالينا ما يدخل فرنسي يجي بالفيزا عاد دخل المغرب. عندي جوج طلبات نتمنى يكون عندهم صادق. واحد، تعويض على فترة الاستعمار، عرفتي رفع المجتمع المدني هذا المطلب، غيخلق واحد الدينامية، غيخلق واحد الحيوية، غيبعث واحد الشعور قومي رائع جدا جدا، وفاء لأرواح ديك 400 ألف مغربية ومغربي الذين سقطوا يعني غدرا على أيادي الفرنسية. والمطلب الثاني هو الفيزا على الفرنسيين.